إقامة إيمان اللي هي المفروض إن هي بتتعالج في الهند. من شهرين جالنا الدكتور مفاضل وقال لنا إن إيمان موجود حالتها عندنا. فطبعا كان طالب مننا تقارير وأشعاعات اللي احنا نعملها، فاحنا جهزنا له كل حاجة. هو كان عارف إن إيمان عندها شوية مشاكل وعنده مشكلة، عندها مشكلة في الجلطة في المخ، وقال لنا ان كل الحاجات دي موجوده وان المفروض ان هي علاجها عندنا. واحنا فوجئنا بعد كده هو لما احنا رحنا المستشفى اللي هو مفروض ان ايمان هتتعالج فيها. طبعا كان مورينا كتالوجات وتجهيزات للمستشفى وسيديهاية معمول فيها كل الكلام اللي هو قاله، كان عامل لنا اثباتات وضيع علينا فرص كتير وعروض كتير، لان هو ضغط علينا ان احنا نوافق، لان هو صارف كتير على الموضوع دوت، وان هو يعني عمل كل حاجه المفروض ان احنا نوافق لده لمصلحه ايمان. فطبعا احنا اتفقنا ان احنا خلاص احنا هنكمل معاك، بس ان احنا نشوف الوضع زي ما احنا شفناه هنا في مصر زي ما هو وصله لنا. فطبعا لما رحنا لقينا المستشفى مش مجهزه الاوضه بتاعتها زي ما هو قال لنا. طبعا المفروض ان دي واحده عندها جلطه في المخ تقلبها شمال ويمين والضغط عليها ده مش كويس على الجلطه بتاعتها. فطبعا الكلام لقيناه مش مظبوط، وكل حاجه قالها لنا ما طلعتش مظبوطه. فين يا دكتور دلوقتي انت واحده عارف ان هي عندها مشكله في المخ، فين جهاز الاشعه المقطعيه؟ هو قال لنا ما فيش في بومبي كلها جهاز اشعه مقطعيه، طب ما فيش جهاز يستحمل وزن ايمان. فطبعا احنا طبعا دي كانت الصدمه لينا، كان كل همه ان هو بسرعه كده ان هو يدخلها يعمل لها عمليه، مع ان هو كان بيقول ان هي مش هتطلع او هتيجي البلد قبل مصر قبل 6 شهور او سنه لحد ما تمشي على رجليها. فجينا بعد شهرين، هو بعد شهر ونص عمل لها عمليه، وبعد شهرين بيقول لنا خلاص المفروض ترجع. نرجع ازاي وبتشي حالتها بالمنظر ده؟ هو في الوقت اللي هو بيستلم جائزه احسن دكتور وعمال يضحك في نفس الوقت اللي بنتي بتموت فيه، وانا بستغيث بذول القلوب الرحيمه ان هم يقفوا جنبي وان هم يبصوا لحاله ايمان حاله انسانيه. الدكتور كان كل همه ان هو يكسب جوائز ويكسب فلوس واللي هو عايزه كله عمله، فين اللي بنتي عايزاه؟ بنتي بالمنظر دوت كده ازاي؟ انا بناشد اي حد وانا موافقه على اي حد يسفرها او ياخدها في اي مكان يعالجها، وده اقرار مني بكده. انا ما اقدرش اشوف، انا ام ما اقدرش اشوف حاله بنتي بالمنظر دوت واسكت. فانا بكلم بناشد اي حد وبستغيث اي حد يقف جنبي ويقف جنب ايمان، وجزاك الله خير في اي حاجه هتعملوها لنا، وربنا المستعان، ويا رب بالشفاء، واقفوا جنبنا اقفوا جنبنا اقفوا جنبنا.